بالعكس أنا زهقت من التمارين اللي بنعملها دائما. إنك تعطينا تمارين جديدة وممتعة وفيها تحمل. كوتش فهد، أنت بدك تعطينا new challenging exercises. وصل لي كتير رسائل منكم عم تقولوا لي فيها إنه حابين تجربوا تمارين جديدة بطريقة ممتعة. عشان هيك اليوم رح نستعمل كرة التوازن نعمل فيها تمارين بطريقة ممتعة. بنبلش بأول تمرين. هذا التمرين كتير مسلي وممتع ونفس الوقت مفيد. بدكم ترفعوا الطاولة لفوق وانتم نزلين تاخدوا وضعية السكواتس. هذا التمرين بركز على الأكتاف وعضلة الأرجل. إذا حابين تعملوا تمرين للمعدة بطريقة ممتعة بنصحكم تجربوا هذا التمرين. تمارين المعدة على كرة التوازن غير عن التمارين العادية لأنه عضلات المعدة لازم تضل عم تشتغل حتى تساعد الجسم يحافظ على توازنه. إذا عم تواجهوا صعوبة إنكم تعملوا تمرين السكواتس فيكن تعملوه على كرة التوازن لأنها بتساعدكن بالنزول والأداء التمرين بشكل صحيح. إذا حابين تتحدوا حالكن وتزيدوا من قدرة تحمل عضلات المعدة جربوا هذا التمرين عشان بتطلب جهد كبير من عضلات المعدة لحتى تقدروا تنفذوه. إذا زهقتوا من تمرين البوشابس التقليدي ما لكم غير تجربوه على كرة التوازن لأنه كرة التوازن تجبر الجسم على أنه يستهدف ألياف عضلية أكثر. كتير حبينا التمرين، مفيد وممتع.